بعد 6 أسابيع ستعود شركة سيفاكس للنقل الجوي الخاص إلى نشاط حسب برنامج إنقاذ في محاولة لتجاوز الأزمة التي عرفتها. أعلن السيد محمد الفريخة صاحب أول مؤسسة خرجت إلى النور بعد 14 جانفي 2011 أن سيفاكس إيرلاينز ستبدأ برنامج إنقاذ سينطلق بضخ 5 مليون دينار خلال أسبوعين، وستليها مساعا لاستعادة التراخيص اللازمة لتعود طائراتها للتحليق انطلاقا من 17 من أكتوبر المقبل. الشركة دخلت في التسوية القضائية، هذا يمكننا باش الديون نتاعنا نجدولوها على العديد من السنوات، دونك باش يعطينا فرصة باش ندركوا الوضع. ويؤكد الفريخة أن نجاح برنامج الإنقاذ هذا مرتبط بتفاهم بعض الأطراف في تونس على أن الشركة مكسب وطني معولا على الحس الوطني بالخصوص لديوان الطيران المدني حتى تبقى طائرات الشركة في تونس حسب الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية في صفاقس. استمرارية نشاط الشركة مربوط كما أكد هذا رئيس المحكمة الابتدائية بصفاقس مربوط بالطائرات هذوما. محمد الفريخ عقد هذه الندوة الصحفية وأكد فيها أن 50% من الشركات في تونس تعاني من صعوبات مثل سيفاكس وأكثر، إلا أن البعض يحاول أن يقحم السياسة والمسائل الشخصية في مشكل اقتصادي بحت.